مرحبا عمتي. اهلين بدور. اهلين يا خانو، خطوة عزيزة. وينها بنتي زمرد؟ بالحفظ والصون يا خانو. وينها؟ وين خبيتيها؟ حطيتها بقرني أمن عليها فيها، لأنه لقيت حالي رح كون مشغولة بهالكم يوم مشان أتجهز لعرسي على نوري مثل ما وعدتيني. أنا ما نبهتك وحذرتك إنك ما تلعبي معي؟ أنا ما عم بلعب، أنا بدي أتجوز نوري، وأنتي هيك وعدتيني وخليتيني أعمل شغلات ما بترضي لا رب العالمين ولا عباده، كرمالك وكرمال تجوزيني نوري. أنتي واجبك تخدميني، لأنه أنا اللي برفعك وأنا اللي بنزلك. قلتلك بس لحتى يمضى 40، بس أنتي ما بدك تستني. أنا درية يا بدور، ما بينلعب معي. روحي جيبي زمرد، ومثل ما بقلك بتعملي ومن تم ساكت.